عنده 8 نقاط من فوزين وتعادلين مع كابتن هيثم شعبان. في الحقيقة بيقدم مستوى إلى حد ما مرضي طبعًا. هل كمية سيراميكا مع كابتن هيثم بتظهر بشكل كبير، خصوصا أنه كمان كان رحل ورجع مرة تانية للفريق؟ بصوا، تكملة الكلام كابتن عبد الظاهر على فكرة أن سيراميكا نفس التجربة بتاعت فاركو السنة دي. السنة اللي فاتت برضو كانوا أول سنة ليهم دوري، البداية ما كانتش جيدة، هي والبنك الأهلي، نفس اللي حصل مع فاركو وإسترن كامب. يمكن احنا فيوتشر، انا بحيي طبعا كابتن عبد الظاهر سبورتس دايركتور، لان فيوتشر انا شايفه، يعني هتكلم بس ثانيه على فيوتشر، انا شايفه ان هو من احسن الفرق اللي مقدمه عروض لغايه دلوقتي، وبسبب الخبرات اللعيبه. كنت لسه بكلم عبد الظاهر ان اللعيبه اللي جايه لفيوتشر معظمها من اهلي وزمالك، فحته الانسجام بقى دي ما فرقتش معاهم، خلاص تحس ان هم بقى لهم سنين بيلعبوا مع بعض، عشان كده بيقدموا العروض القويه اللي هم بيقدموها، وعشان كده احنا بنتكلم على فيوتشر ان هو ممكن يبقى في المربع الذهبي لو فضل بنفس المستوى. بالنسبه لسيراميكا، كابتن هيثم شعبان يمكن تجربته السنه اللي فاتت ما كانتش كامله، لان هو مشي برده في النص وجه كابتن ضياء السيد، وبعد كده كام ماتش ورجع تاني. السنه دي رغم ان هو افتقد لعيبه كتيره قوي اميره من السنه اللي فاتت، لعيبه كانت مؤثره، ميدو جابر، احمد ياسر يعني يمكن مشي من النص الاولاني من الدور اخر الدور الاول، ولكن قدر يجيب لعيبه ممكن يبقى في نفس المستوى. يعني انت بتتكلم في باسم مرسي، قدر يرجع شريف دابو في نفس مكان ميدو جابر، فعنده لعيبه كويسه، عنده شادي حسين خلاص بقى عنده خبرات وعنده تالق من احسن الفراوده الموجوده في مصر دلوقتي، فاللعيبه خلاص بقى عندهم ثقه ان احنا ممكن نلعب مع اي فرقه، ممكن نعمل نتائج كويسه. فطبعا بدايتهم دي 8 نقاط، وهم يعتبر هم الرابع دلوقتي اعتقد او الخامس، الخامس. فدي بتديهم بوش قوي جدا ان هم لا احنا مش هنصارع على الهبوط السنه دي، احنا عايزين نبقى في مكانه احسن من السنه اللي فاتت. فانا شايف ان وجود كابتن هيثم شعبان السنه دي مع سيراميكا دي ثقه، لان خلاص عنده استقرار فني. طيب كابتن